لا تحزن، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما تزعلش، لأن الحزن والزعل والقلق هيسبب لك الأمراض النفسية وهيكون مصدر من مصادر الآلام العصبية. ما تزعلش ولا تحزنش، لأن الحزن لو استسلمت له هيهزمك. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل من المعقول إن العبد المؤمن يحزن وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتولى أمره وهو اللي هيرعاه وهو اللي قال له ادعوني أستجب لكم؟ هل من المعقول إنه يحزن وربنا قال له ادعوا ربكم تضرعا وخفية؟ هل من المعقول إنه يحزن وربنا قال له فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال له قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال له يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته؟ طالما أنت جائع وربنا هيطعمك يبقى أنت خلاص بقيت مطعوم. فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يعني اطلبوا من ربنا إن هو يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، إن هو يلبسكم، إن هو يأكلكم، إن هو يشربكم، وبكده الله سوف يعطيكم كل هذه الأشياء وزيادة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبإنه عاطي وإنه رزاق وإنه يعطي بغير حساب هيدي المؤمن قوة وهيدي المؤمن عزة، بحيث إنه هو ما ينحنيش قدام أي حد من خلق الله، بحيث إنه ما يحتاجش معونة من حد وما يستناش تجارة من حد، وما يعتقدش إن كل الحاجات دي بإيد البشر، إنما بإيد الله سبحانه وتعالى خالق القوى والقدر. لا تحزنوا، لأن الحزن ده بيضعفنا في العبادة وبيورث الإحباط وبيدعونا إن إحنا يكون ظننا سيء وبيوقعنا في التشاؤم، والعدو بتاعنا عاوز مننا إن إحنا نكون متشائمين. ما نحزنش ما دام صلتنا بالله سبحانه وتعالى قوية ومستمرة، وما دمنا بنذكر ربنا مع كثرة صلاة النوافل، وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر حاجة زعلته خد على خطره قام عليه الصلاة والسلام يصلي. لا تحزنوا ما دمتم من أهل الصدقات، طول ما انت قادر تدي جنيه، ربع جنيه، ألف جنيه، عشرة جنيه، طول ما انت قادر تعمل المعروف، طول ما انت قادر يبقى عندك كلمة طيبة تقدمها للمجتمع. لا تحزنوا، وخاصة في هذه الآونة، فربنا سبحانه وتعالى قال إن البني آدم إذا اتقى الله سبحانه سيجعل له من كل ضيق مخرجا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. علينا إن احنا نجدد إيماننا ونغرس في نفوسنا ونفوس أبنائنا إن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ونقول لأولادنا إن يمين الله سبحانه وتعالى ملأة مليانة لا يغيضها نفقة، مفيش إنه هيطعم الخلق يبقى الأرزاق هتمشي. إنما أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء. مفيش حاجة نقصت من ملكه ومفيش حاجة نقصت من عطائه ولا حاجة هتنقص. علينا ألا يغيب عن أذهاننا إن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم، وهو اللي كفل لعباده بالرزق، وإن كل دبة بتدب على الأرض إنسان أو حيوان أو أي ما كان يحتاج إلى عطاء الله، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه فربنا بيرزقه. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دواب الله ومخلوقاته ما بيحصيش علمها بشر، كلها رزقها عند الله سبحانه وتعالى. وانت لما تفتح تلفزيون او اليوتيوب او الحاجات دي كلها هتلاقي عالم الحشرات له رزق، وعالم النبات له رزق، وعالم الحيوان له رزق، وعالم البحار له رزق. اذا كان ربنا بيرزق الكافر وبيرزق الملحد، هل ينسى عباده الموحدين المؤمنين؟ ده هو قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لازم يكون عندنا يقين إن ربنا سبحانه وتعالى
لا ينسى عباده المؤمنين، لازم نضع في قلوبنا ان قضاء ربنا سبحانه وتعالى لكل مؤمن خير، وانه اعطانا نعم كتير، وان النعم دي تستحق الشكر، ونكون على يقين بانه لو اصبنا بمصيبة فالمصيبة دي عبارة عن مرهم للبصائر وقوة للقلب، ولازم نحط قدام عينينا قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وإيانا أن نخاف من الفقر، لا يكن أحدنا بوق للشيطان، لسان الشيطان، قوال للشيطان، يخوف الناس ويزعر الناس ويقول لهم مش بكرة فيه، بكرة هتاكلوا، بكرة ما هتاكلوش، لأن الأرزاق بالله. قال الله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شوفوا بقى وعد ربنا بيقول إيه: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اللي عند ربنا كتير، فعلينا إن إحنا ما نحزنش، ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان معنا فإن أحدا لن يستطيع أن يقطع أرزاقنا. اقرأوا قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.